احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ يقول هذا هل الدعوة إلى الله خاصة بأناس معينين أم هي على الجميع؟ الدعوة إلى الله تجب على العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم. فالجاهل لا يصلح للدعوة لأنه قد يحرم حلالا أو يحل حراما وإذا سئل عن اشياء قد لا يستطيع الاجابه او يجيب بجواب خطا فيلبس على الناس. الجاهل لا يصلح للدعوه. قال تعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ولا يستطيع ها الحكمه ولا يستطيع ها الجدال بالتي هي احسن الا العلماء. لكن الذي فيه محبة للخير وليس عنده علم فإنه يوصي بتقوى الله ويوصي بالطاعة والمحافظة على الصلاة في الأمور الظاهرة، وأما الدخول في مسائل العلم والدخول في التحليل والتحريم والواجب والمستحب والمحرم والمكروه فهذه يتركها لأهل العلم